انت متاكد من اللي انت بتعمله ده يا استاذ عادل؟ جرى ايه يا هيمه؟ القسط عادي، قصدي عادل بيه متعلم وفاهم هو بيعمل ايه. يا ابني المساله بسيطه جدا، وما دام معاك كتالوج خلاص بتبقى كل حاجه سهله. يعني مثلا انت عندك في الكتالوج هنا دي كلها دوائر كهربائيه، يعني كل دايره بتسلم الدايره الثانيه، الدايره الثانيه تسلم الدايره الثالثه، يبقى كله دوائر انا بدورهم كلهم. اه والدنيا دواره عادل بيه. اه الدنيا دواره والعين مدواره. ولا هو المحل الكشري بتاع المعلم ده، انت كنت بتحب المحل ده؟ لا اه كان نفسي يبقى عندي واحد زيه. اه انا كده عرفت المحل ولع ازاي، منك لله. ايه يا استاذ عادل بس كده، الكهرباء جنب النار هتعمل مصيبه. يا ابني مفيش مصيبه ولا حاجه. اول حاجه الجهاز ده جهاز حساس جدا، ده بيبقى فيه سنسور يشم الدخان، اول ما يشم الدخان على طول يقوم مبلغ مين؟ السكس بلف. السكس بلف يقوم منزل ميه من هنا ومنزل ميه من هنا، مغرق الدنيا ميه بقى. اه بس احنا كده بقى هنغرق. يا اخي نغرق احسن ما نولع. انت ايه قلقان على طول كده، على طول متشائم؟ يا ابني لو انت خايف انك انت تغرق انا هجيب لك عوامه، بس لو لقيتك ماشي في المحل من غير العوامه انت حر. يلا روح شوف شغلكم تاكلوا. الله ينور عليك يا عادل بيه، انا سمعت انك انت بتعمل لايت سيستر في المحل بتاعك. لايت سيستر؟ وانا بعمل يعني سيستم مخصوص عشان الحرايق، يعني عشان ما يحصل لنا زي ما حصل لغيرنا، يعني انت عارف طبعا يا حاج. يعني انت هتعمل محمول اوتوماتيكي يبلغ المطافي لوحده؟ لا محمول ايه يا حاج؟ ده بص السيستم ده عباره عن ايه؟ السيستم ده جاي مستورد من بره، يعني مش من اي حته. السيستم ده بوصله اول ما يشم ريحه حريقه على طول يقوم مطفيها. الله، انا عايزك تعمل لي سنتر زي ده في المحل بتاعي، بس بعد ما عمال الدهان يخلصوا. بس على فكره هيكلفك كتير قوي يا حاج. اه بس انت هتكرمني برضه يا عادل بيه. ماشي يا سيدي، عارف انا بعمله للغرب في اي حته ب 2000 جنيه، بص كام قطعه. لكن عشان خاطرك هعمله لك ب 4000 جنيه بس، ايه رايك؟ الله يكرمك، خلاص اشتبينا. استبينا. اخلص عندي على طول السيستم ده واجي اعمله لك، بس احنا دلوقتي عايزين نعمل بيان عملي للتجربه، وكويس انك انت موجود عشان تشوف بنفسك التجربه عمليه بقى. بس انا عايز منك خدمه. عينيا. تعمل لي دش عندي في المحل عشان الزباين ساعه الحر يرش عليهم كده. لا بس الدش ده، الدش تقصد يعني، ده هيكلفك كتير يعني يا حاج. انت هتيجي عليا يا عادل بيه وبعدين؟ مش مسألة تيجي عليك، ده بص الدش ده عامل ازاي؟ ده بيقعد يطارد الحريقة، الحريقة تيجي كده يروح لها كده، تيجي كده يروح لها كده، يعني ده مش أي دش يعني يا حاج. خلاص هزودك 500 جنيه. خلاص استبينا، ونعمل دلوقتي تجربة عملية، أفتح بقية الزراير بتاعة السيستم. عندي 1 2 3 4 كده، الكهرباء كلها واصلة تمام. واصلة تمام، 100 100. ولا معتز؟ نعم يا عادل بيه. خد ياض وصل الفيشة دي بسرعة. هنشوف دلوقتي التجربة عملية. الفيشة جاهزة تمام تمام. تعال بقى يا حاج انا افرجك بقى على الشغل بقى. الشغل بقى ايوه. ها بص هو ده الدش. ايوه. ودلوقتي على فكره انا بعمل لك كمان جهاز ضد السرقه، ده يا سيدي مجانا فوق الجهاز اللي هو ضد الحريقه. كمان ضد الحراميه؟ امال ايه ضد الحراميه؟ امسك بقى، امسك الجهاز ده. ايوه. تمام. أيوة. كده احنا معانا الفيشه دي ومعانا الفيشه دي. وصل يلا معتز يلا. ما بلاش عادل بيه، بلاش عادل بيه. بس يلا خلينا نشوف شغلنا. وصل يا علي، وصل يا علي.